التجويد حاتم لازم، من لم يجاوز القرآن آثم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في الدرس التاسع من برنامجكم التجويد الميسر. تعرفنا في الدرس الماضي على قاعدتي الإظهار والإدغام في إطار أحكام النون الساكنة والتنوين، وعرفنا باستثناءات الإدغام وهي أربع كلمات: الدنيا، بنيان، وقنوان، وصنوان. اليوم بإذن الله تعالى سيكون موضوع الدرس هو أحكام النون الساكنة والتنوين الجزء الثاني والأخير. متن الدرس: قال ابن بري رحمة الله عليه: وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء. مضامين الدرس: الحالة الثالثة القلب، الحالة الرابعة الإخفاء، خلاصة النون الساكنة والتنوين، الفهم والتحليل. الحالة الثالثة القلب: تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاه بغنة إذا جاء بعدهما حرف الباء. فالنون الساكنة مع التنوين أعزائي المشاهدين إذا جاء بعدهما حرف الباء، فهذه النون بدلا من النطق بها ظاهرة ستغير إلى حرف آخر في النطق وهو الميم. كيف ننطق بهذه الميم؟ مخفاة مع استعمال الغنة، كما هنا في قوله تعالى: أمثلة القلب من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. إذن تلاحظون أعزائي المشاهدين قوله تعالى هنا: تنبت، وكذلك من بقلها. فالنون الساكنة جاء بعد حرف الباء، ولذلكم ستجدون في ضبط المصحف ميما صغيرة فوق النون، إشارة إلى أن هذه النون ستنطق ماذا؟ ميما مخفاة بغنة، هكذا: مما تنبت، تنبت من بقلها. هذا هو التطبيق السليم لقاعدة القلب في إطار النون الساكنة والتنوين. مثال آخر مع التنوين بعده حرف الباء من قوله تعالى من سورة المجادلة: والله خبير بما تعملون. إذن خبير بما، خبير بما، هذا هو تطبيق قاعدة القلب. الآن ننطلق إلى الحالة الرابعة لأحكام النون الساكنة والتنوين وهي الإخفاء. تخفى النون الساكنة أو التنوين عند 15 حرفا تجمع في بداية قولهم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن هذه الحروف 15 إذا جاء واحد منها بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإخفاء. كيف يتم الإخفاء أعزائي المشاهدين؟ يتم بإخراج الغنة من الخيشوم ولا عمل للسان. مثال، إذن أمثلة للإخفاء قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.
إذن قوله تعالى هنا ومن ذريتي، نون ساكنة بعدها ماذا؟ بعدها حرف الذال، والذال من حروف الإخفاء. كذلك من أمثلة الإخفاء قوله تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية. إذن من طلعها، نون ساكنة بعدها حرف من حروف الإخفاء وهو الطاء، ثم قنوان دانية، هذا تنوين بعده ماذا؟ بعده حرف من حروف الإخفاء وهو الدال. والملاحظ هناك فرق بين الإخفاء الأول من طلعها وبين قنوان دانية، فالغنة هنا تأخذ شكل وصفة حرف الإخفاء. الآن ننطلق إلى خلاصة أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن خلاصة أحكام النون الساكنة مع التنوين، للنون الساكنة مع التنوين أربع حالات للنطق بها. الحالة الأولى وهي الإظهار، وقد بحثنا فيها في درس ماضي. حروف الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، تجمع في قولهم أخي هاك علما حازوا غير خاسرين. ثم الإدغام، حروفه تجمع في قولهم يرملون. إذن فالإظهار يتم بارتفاع اللسان مصطدما بسقف الفم، في حين أن الإدغام يتم بالتركيز على حرف الإدغام لقراءته مشددا، مع الذكر بأن الإدغام ينقسم إلى إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. الحالة الثالثة وهي القلب، تقلب النون الساكنة مع التنوين ميما مخفاة بغنة إذا جاء بعدهما حرف الباء. بينما الحالة الرابعة والأخيرة للنون الساكنة مع التنوين هي الإخفاء، وتخفى مع باقي الحروف وعددها 15، تعرفنا عليها مجموعة في بداية قولهم صف ذات أنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زيد في تقى، ضع ظالمة. والآن أعزائي المشاهدين، مع هذه الآيات الكريمة من سورة العلق، من خلالها نطبق تطبيقا عمليا أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن كما تلاحظون، بدءا من قوله تعالى من هذه السورة الكريمة سورة العلق، كلا لئن لم ينته. إذن هنا نون ساكنة بعدها اللام، الحكم هو الإدغام، لئن لم، إذن أقرأ اللام مشددة، ينته نون ساكنة بعدها التاء، الحكم هو الإخفاء. إذن كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لنسفعا ب هنا حكم القلب، تقلب نون تنوين ميما. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الأول، الحكم الأول وهو الإخفاء، التنوين بعده الكاف الإخفاء، ثم كاذبة خاطئة هنا الإظهار. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. تقويم الدرس، نتأمل أعزائي المشاهدين في الأبيات التالية من تحفة الأطفال لنتذكر من خلالها أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الجمزوري رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعريفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بيا معلما، إلا إذا كان بكلمة فالا، تدغم كدنيا ثم صنوان تالا. والثاني إدغام بغير غنة، في اللام والراء ثم كررنه.
والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. والآن ننتقل أعزائي المشاهدين إلى الفقرة الختامية، المصحف المرتل برواية ورش، ويشتمل على الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين، ابتداء من قوله تعالى من فاتحة سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود،
مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه نحن الخالقون
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.